السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة طلبات صف ثاني الثانوي، إن شاء الله معاكم مستر عمرو الجوهري مدرس لغة إنجليزية إن شاء الله. طبعا بإذن الله النهاردة هنشرح مع بعض إزاي تتعامل مع ورقة الامتحان بأي شكل من أشكالها. المهم إن أنت تبقى عندك مبدأ إن أنت إن شاء الله داخل تجيب أعلى درجة تقدر عليها. طبعا اللي ذاكر أهو ربنا بيكرمه، واللي ما ذاكرش هيلحق معانا برضه إن شاء الله النهاردة إزاي نحل مع بعض. هنبدأ على طول علشان نستفيد بالوقت. لو احنا شفنا كده مع بعض، اول حاجة ازاي تحل سؤال الديالوج. اول سؤال عندك في الامتحان هو سؤال الديالوج. طبعا سؤال الديالوج في الامتحان هو سؤال المحادثة. احنا عارفين اتعاملنا مع السؤال ده كتير، لكن في حاجة لازم تعرف تتعامل معها كويس. يا ترى الديالوج بيتحل جزء جزء ولا على بعضه؟ رقم واحد، الديالوج ده محادثة، حوار بين اتنين، فانت لازم تقرأ من اول فوق لحد اخر حاجة عندك. طب وانا بحل في معلومة فوق بيكون سائل عنها تحت، والعكس تحت عايز اجابة فوق. اجابات في yes or no question، وفي اسئلة تانية اسئلة ال WH question. يبقى احنا لازم نتعلم ازاي تعمل question عشان الquestion يبقى صح معاك. اول حاجة احنا عندنا نوعين من question لازم نعرفه. أول نوع هو الـ WH question، سؤال الـ WH. إزاي تبدأ بأداة استفهام؟ Number one، ابدأ بالـ WH question، WH question mark، question word، معانا هو أدي الـ WH or how. بعد كده يجي إيه؟ ما يجيش الـ subject، يجي الأول الـ helping verb. حد يقول لي طب أنا ناسي الـ helping verb. يا حبيبي ركز معايا، الـ helping verb هو verb to be، am، is، are، was، where. am، is، are، was، where. ممكن كمان verb to do، do، does، did. ومعاك كمان verb to have، have، has، had. كده يبقى احنا معانا اشكال الاسئله كالاتي. لو تيجي تعمل جمله لازم تبقى عارف ان تبدا باداه الاستفهام، بعدها بتجيب الهيلبنج فيرب. الهيلبنج فيرب اي واحد من دول. لو انت ركزت معايا بعد الهيلبنج فيرب في ايه؟ في السبجكت الفاعل، بعد كده المين فيرب الفعل الاساسي. يبقى انت بتجيب الاول الكويستشن وورد، الهيلبنج فيرب بجميع اشكاله. طب في ايه تاني غير الهيلبنج فيرب؟ ممكن تجيب فيرب مودل فيرب اللي هو ايه؟ اللي هو كان، كود، وبيعيد الافعال الناقصه اللي احنا عارفينها. المودل فيرب كان، كود، شال، شود، ويل، وود، ماي، مايت، ماست، اوت. كان، كود، شال، شود، ويل، وود، ماي، مايت، ماست، اوت. انا باجي هنا اجيب الاداه، بعد كده الهيلبنج فيرب، ثم الفاعل والفعل. طب ما نيجي نشوف مع بعض ازاي ممكن نتعامل مع جمله بسيطه. الجمله بتقول لك ايه؟ تعال نبص مع بعضينا. عايز اعمل هنا سؤال. الجمله بتقول لي I will travel to Alex tomorrow. سؤال لوحده، فتقدر انت تسأل بأي حاجة. ممكن تحدد الأداة بتاعتك، أنا هسأل على متى، when. يبقى انت عرفت تسأل بوين، يبقى مش عايز tomorrow. اعمل ده question، يبقى ده عملية اللي احنا حافظينها، عملية المقص البسيطة. يبقى when will you travel to Alex. طب يا مستر ما انا ممكن اقول لك انا عايز اسال على اليكس وماله، ده عشان سؤال لوحده، فتقدر تعمل اللي انت عايزه. لكن في الديالوج بتدور على المعلومه الجديده. هو قال لك فوق انا كنت في اسكندريه، يبقى هيتعرف هو بيسال على ايه، على امتى هتسافر تاني مثلا، وهكذا. طب في عندك نوع من الاسئله اللي هو نوع بسيط. ايه هو؟ يقول لك مثلا هنا yes I went to the zoo. هنا هنعمل ايه؟ بكل بساطة هتدور على نفس الشكل بس من غير
أداة استفهام. يعني أبدأ بالهيلبينج فيرب على طول. هل هنا في أم؟ لا. إز؟ لا. آر؟ لا. أي فعل؟ لا. أمال بجيب إيه؟ لما بتلاقيش عندك فعل بتلجأ لفيرب تو دو. دو، داز، ديد. وأنت في الماضي يبقى تبدأ بديد. ديد يو جو تو ذا زو؟ إجابتك طبعا yes I do, yes I did, or no I didn't. أوكي؟ كده احنا قلنا ازاي نعمل سؤال. طب في جزء بسيط قوي معظم الطلبة بتقع فيه. ايه هو؟ بص معايا، انا هكتب لك جملة واسيب لك لحظة تفكر فيها. لو انا جات لي جملة بسيطة خالص خالص، الجملة بتقول ايه؟ بتقول yes I like football. طبعا احنا بنفكر ان دي غلطة في الامتحان وبنجري كلنا نقول ده هم غلطانين ونحط الكويستشن مارك من عندك وتعمل سؤال. ايوة اكيد فكرت كده. لا طبعا، انت لو عايز تعمل سؤال بص معايا، ده مش كويستشن مارك، دي فول ستوب. طب انا هعمل ايه؟ فكر معايا، لو ديك question mark كنت انت هتقول ايه؟ كنت هتقول do you like football. ده لو كان في question mark. طب هنا مفيش، هعمل ايه؟ استخدم الطريقة السحرية انك تخلي الجملة جملة عادية. يا ترى ازاي؟ هتبدأ بكلمة I wonder. يعني I wonder اني اتساءل، انا بسأل. هنا السؤال بيس اور نو، ابدأ بإف بعديه. إف هنا جاب معنى ايه؟ لا مش لو. إف هنا جاب معنى هل. فلما اقول لك I wonder if، اني اتساءل هل you like football، هل بتحب الكرة، فهنا اجابتك هتبقى yes I like it، yes I like football. يبقى انا كده معايا معلومة بسيطة، معلومة مهمة، ان مش كل سؤال تجري تحل. خلي بالك ده ممكن حركة صغيرة تضيع منك درجة انت اصلا عارفها. يبقى احنا عملنا ايه؟ استخدمنا I wonder if. صح. واحد بيقول لي طب يا مستر لو كانت السؤال ما كانش كده، كانت من غير yes، هعمل ايه؟ ولا حاجة، هتقول نفس السؤال بس من غير if. يعني if بتساوي yes، لان if هنا جايب معنى هل، فاجابتك بتبقى yes or no question. طيب كده احنا ادينا ازاي تتعامل مع dialogue، وهنحل عليه ونشوف كمان ايه اللي ممكن نقع فيه. تعالى لغايه دلوقتي نشوف مع بعض سؤال dialogue ازاي يتحل عليه. طب احنا قلنا قبل كده وفكرك بنقاط معينة، قلنا ان سؤال الديالوج في الامتحان محتاج منك ان انت رقم واحد تخلي بالك ان هو كله على بعضه سؤال واحد. تعال نقرا مع بعض ونشوف اول حاجه معانا. بص معانا الديالوج الاولاني بيقول ايه. طبعا لو انت فاكر معايا اهو، قلنا شكل السؤال، ادي الاداه والهيلبنج فيرب وشكل الفعل ازاي تعمله، ودي بعض ادوات الاستفهام ان انت محتاجها عشان تبقى عارف معنى وات، who, when, where, why, which, whose, whom, how many, how much, how far, how deep, how long, how old, what size, what color, what time, single, double, single, return, what else, anything else, what about you, and you. خلي بالك من حتة and you, what about you، لما تطلب من حد ان يقول نفس المعلومة. تعال نشوف مع بعض دلوقتي ازاي بنحل على سؤال الديالوج. نشوف مع بعض السؤال. Finish the following dialogue. Two students are working on a school project. Handy and Nasser. Handy, do you think that we have finished the project now? Nasser, it's good, but we could do more. وقال له جملة. السؤال قال له include photos. بص ركز معايا، لما قال لك include photos عمل ايه؟ Exclamation mark، أداة تعجب. معنى الكلام ده إن الجملة دي لازم تتقال فوق. قال يس، وسأل السؤال قال وي كود ميك ا فيديو تو.
هنا بس السؤال على هيئة جملة عادية، يعني هنعملها على شكل سؤال زي ما قلنا ازاي تعمل السؤال جملة. طيب بعد كده قال له we haven't got time, I found some photos، وقال له جملة okay how does this look, I think it's good. تعال نشوف مع بعض اول سؤال. برافو صح. اول جملة قال له ايه؟ اقترح. اقترح قال له ايه؟ قال له what about including photos. يبقى اول سؤال معانا هو what about including photos. يبقى اول حاجه معانا قال له جمله اهو what about including photos. قال له include photos yes. وقال له جمله قال له we could make a video too. يبقى قال له ايه؟ قال له tell me more ideas. قل لي افكار تانية. يا ترى ايه الافكار التانية اللي احنا عايزينها؟ فقال له we could make a video too. سأل سؤال قال له جملة كده قال له we haven't got time. يبقى هنا هل هو قابل على الفكرة؟ لا ما عندوش فكرة. عشان كده قال له ايه؟ قال له الاجابة بكل بساطة قال له I don't think so. انا مش اعتقد ذلك لان ما عندناش وقت. بعد كده قال له I found some photos. انا لقيت صور. قال له جمله قال له اوكي هاو داز ذس لوك. يبقى تقول له ايه؟ ليه ما نستخدمهاش؟ واي dont we use them. ليه ما نستخدمش الايه؟ الصور ديه. قال اوكي هاو داز لوك اي ثينك اتس جود. طبعا قال له I agree with you. وممكن يقول له ايه تاني؟ ممكن يقول له well done. ممكن برضو ليه لأ؟ احسنت. يبقى احنا كده معانا حلينا الديالوج الاول. لو حتى قريته على بعضه هتلاقي ان الموضوع كله بالنسبة لك ممتاز. طب نشوف الديالوج التاني مع بعضينا. الديالوج التاني بيقول مريم and زينب are talking about their book club. زينب بتقول لمريم ايه؟ we need a new leader for our book club. قالت لها I agree. سألت سؤال قالت لها it's important for a leader to be imaginative, patient and sensible. Who do you think should be the leader of the, our book club? We could ask Sarah to be the leader. سألت جملة مروة would make a better leader than Sarah. But Sarah is very imaginative. She always chooses good books. She is imaginative, but you are right. Sarah isn't the right person. سأل سؤال هل is patient, sensible, and imaginative. تعال نشوف مع بعض أول جملة. يا ترى بتقول لها إيه؟ بتقول لها مواصفات الليدر. يبقى الإجابة هنا إيه؟ أيوة. What qualities what qualities should the leader have? يما ايه تاني؟ what important thing should the leader have? طب بعد كده قال ايه؟ قالت لها ايه رأيك في سارة؟ طبعا الاجابة لأ. طب مش عرفنا نجيب لأ ليه؟ علشان في عندك جملة قالت لها مروة اسم تاني. يبقى قالت لها I don't think so. مروة احسن. سأل السؤال قالت لها بس السارة imaginative. قالت لها اوكي she is imaginative but but ايه؟ احنا فوق قلنا imaginative وقلنا patient and sensible. يبقى ممكن تقول but she isn't patient. انفي عنها اي صفة من اللي قالتها. she is impatient. طيب قالت لها مش كويسة. قالت جملة قالت لها هل is patient. يبقى اقترحت what about هالة. ايه رأيك في هالة؟ قالت لها طبعا وافقت لان نفس الاسم اتكرر تاني وقالت I agree. وممكن تقول you are right. كده مع بعضينا قلنا
اتنين ديالوج مش وحشين، كويسين، مش تقال، خفاف لو حلينا بعقل. طب الديالوج التالت انا هقراه لك وحاول انت تحله مع نفسك ونشوف الحلول. بص بيقول لك ايه. A journalist is interviewing a hotel manager about her work. Journalist, what's the big thing about working at hotel? الجملة. Yes, it must be interesting meeting people from all around the world. Why do you think that tourists like to come to the beach in Egypt? الجملة. Yes, the weather is usually very good. We opened a new restaurant because tourists don't always want to walk into the town. Town to find restaurants. نشوف باقي الجزء. It said that the city wants to build a high tower near the beach. بعد كده اختار سألت السؤال. I disagree with the plan. Tourists want to see the beach and the sea, not high building. Thank you for your time. Where would you suggest that I should eat? I eat lunch. اقترح سؤال عليه، اقترح المكان. I like that idea. I'll certainly try the fish. نديك فرصة نشوف حلولك ايه. يلا حل لوحدك، يلا حل وبص معايا الإجابة. وانت بتحل علم لنفسك. تعال نشوف مع بعض الإجابة هتكون ايه. أول سؤال هتبقى كالآتي. إجابتك هتبقى ايه؟ أيوة صح، هنقول it's meeting people from all over the world. هي دي الإجابة. أيوة هي دي الإجابة. ليه هي دي الإجابة؟ لأن احنا بكل بساطة التكرار قال لك الجملة أهي. بص معايا نفس الجملة اتكررت تحت، قالت لها أحسن حاجة إن احنا نقابل الناس من أماكن مختلفة. أوكي؟ بعد كده قال الجملة why do you think. الإجابة تحت كانت إيه؟ مش أي إجابة تكتبها. قال لك تحت إيه؟ الطقس حلو، يبقى هنقول الإجابة because the weather in Egypt is good أو very good. يبقى دي بالنسبة لنا الجملة بتاعتك. اهو اجابتك اهي. خلي بالك معايا، لو انت كاتب قريب من كده يبقى صح، لو عامل نفس الجمله صح. بعد كده قال الجمله طبعا بتقول حاجه، قال وي اوبند نيو ريستورانت بيكوز كذا. ادام اب بيكوز يبقى هنا لو احنا في علامه استفهام احنا موجوده بيننا، يبقى ليه بنيته تورس. ايوه صح. الاجابه بكل بساطه هيبقى الاداه واي. بعد كده هقول الجملة why did you open a new restaurant. اوكي. بعد كده اخر جملة معاك لو انت هتحل معايا، it says that wants to build كذا، يبقى what do you think. انت رأيك ايه؟ what do you think. اوكي. طبعا النقطة اللي فاضلة نقطة بسيطة جدا، بيقول رأيها فبتقترح عليه. كده اتعاملنا مع أول سؤال في الامتحان، هو سؤال الديالوج. تعال نشوف مع بعض شكل تاني من الأسئلة. طيب السؤال التاني بالنسبة لك إيه؟ السؤال التاني في الامتحان مبني على حاجة بسيطة، يا ترى إيه هي؟ كلنا عارفين حاجة مهمة، إن في سؤال الريسبوند، سؤال السيتويشن، ممكن انت تبقى طالب شاطر وكويس وبتحل وبتترجم وبتفهم معنى الكلام، وعلى الرغم من ذلك بتلاقي نفسك اجابتك غلط. عارف الغلطة فين؟ بص معايا. السؤال التالي في الامتحان سؤال ريسبوند. طبعا سؤال ريسبوندينج سيتويشن، مواقف بسيطة وعارفينها.
لكن انت بتقع في غلطة صغيرة، بتبقى مش عارف انت بتسأل ولا بتتسأل، يا ترى انت محتاج ترد ولا انت اللي هتسألني، انت اللي بتقولي فين النادي اروح له ازاي، ولا اللي هتقولي امشي على طول وادخل يمين. Look at the whiteboard and see together my dear students. بص يا حبيبي، الجملة بتبدأ بالسبجكت، اوكي، بعد السبجكت في المين فيرب، ذا فيرست فيرب، اول فعل يقابلك. الفيرب هنا بيقول لك ايه؟ ركز معايا يا بي، هنا ممكن يبقى هيلبينج فيرب او مودر فيرب. انا يهمني الفيرب الاساسي، الفعل الاصلي بتاع الجمله، اسك، سجست، انفايت، وانا بورو، وانت بورو، اي فعل بالنسبه لك ركز عليه. لو الفعل ده كان جاي لك without any additions، يعني شكله في الانفينيتيف اللي انا بسميه بالعربي كلمه بسيطه، فعل ساده من غير اي حاجه عليه، فعل ساده من غير اي اضافه، او الفيرب بس عليه اس اي اس اي اي اس اي ان جي، اي اضافه بالنسبه لي. طب ايه الفرق؟ انا اقول لك، لو الفيرب جه من غير اي اضافه، في الحالة دي حضرتك انت اللي بتسأل، انت اللي بتقترح، انت اللي بتدعو. يبقى الفيرب لو جه من غير اضافة انت اللي بتسأل بتقترح بتدعو. طب الفيرب جاي عليه اضافات، يبقى في الحالة دي حضرتك انت بترد. ولازم تعرف ان الرد بتاعك بيبقى بسيط، الرد يا اجري يا ديسجري اند سو اون. كده احنا اديناك ازاي تحل اول سؤالين في الامتحان. السؤال الثاني في الامتحان هو سؤال سيتويشن، سؤال ريسبوند. احنا قلنا مع بعض ان سؤال ريسبوند رقم واحد بتركز على الفعل الاساسي. تعال نقرا ونحل وهدي سيادتك فرصه تفكر. فكر يا بابا، فكر يا حبيبي وشوف الحلول ازاي. اول سؤال بيقول you meet a new friend when you are on holiday and you want to know، ركز معايا هو ده الجزء الثاني بقى، you want to know the date of birth. يبقى انا هقول له ايه؟ ايوه فعلا الاجابه بكل بساطه هتبقى what is your date of birth. سؤال. طب لو انا مش هعمل سؤال هعمل ايه؟ ممكن اقول له متى ولدت، when were you born، وماله. طب لو عملتها what's your date of birth، صح مش غلط. طيب النوع الثاني، السؤال الثاني، a friend ايه؟ ايوه هي دي اهي، asks، ادم سالك يبقى انت اللي هترد. قلنا الفعل الساده مفيش اي اضافه، انت اللي بتسال. طب الفعل فيه اضافات، يبقى حضرتك انت اللي محتاج تركز معايا. قال لك ايه؟ a friend was asks you why you enjoy living in your area. الاجابه ايه؟ اهي it's because كذا. اجابتك بكل بساطة هتبقى هي دي الاجابة، اهي it's because، واكتب الجملة بكل بساطة اهي دي الاجابة بتاعتنا. يبقى واحنا بنحل بنركز مع بعض اللي هي دي الاجابة، it's because the neighbors are very friendly. السؤال الثالث، ايوه صح برافو، شايف حد بيقول معايا ايه؟ الاس اهي، ادي اهي، يبقى انا كده هرد. صح يا حبيبي، ما انت لو ركزت معايا يا بنتي هتلاقي نفسك انك محتاجه تركزي. يا ترى بسال ولا بتسال؟ هنشوف مع بعض. A friend wants to try، اهو عايز يجرب البوكسينج، بس انت رايك اني it's dangerous. يبقى تقول له ايه؟ تقول له I think it's a dangerous sport. I think، اهو اجابتك بكل بساطه هتاخدها من اول هنا وتحل الجمله عاديه. يبقى الحل هيبقى كالاتي، بدل يو هتبقى اي، وطبعا ممكن تنصحه في الاول وتقول له اعتقد ان مهدية ما ينفعش ان انت تلعب اللعبه دي عشان خطيره. طيب ننتقل مع بعض لنقطه تانية، نشوف شكل تاني من الاسئله. السؤال رقم 9 على سبيل المثال، a friend number 9، a friend asks you why you'd like to be a doctor. طبعا قول جملتك، عايز تبقى دكتور ليه؟ طب بلاش بقى تصعب الدنيا عليك، تقول الجمله ايه؟ عامله ان هو ما يعرفش الجمله مكتوبه، فتقول I'd like
to be a doctor to help people. بس خلاص. طب اللي بعديها واحد سؤال بيقول لك ايه نمبر 11 على سبيل المثال. احنا بنبدي اشكال اسئله عشان تعرف تتعامل كويس. جمل متفرقه بس مهمه. بص معايا الكويستشن نمبر 12. A friend has asked you to recommend a good book. خلي بالك الكلمه دي قوي. recommend يعني يوصي او يزكي. لما تلاقي الكلمه دي على طول ده انت اللي هتعمل التزكيه فتقول I think you will bravo enjoy this book. ما هو قال لك ايه؟ قال لك عايز يقرا كتاب اثناء الاجازه. قول له اعتقد انك الكتاب ده هيبقى حلو هتستمتع بيه. عارف اسم كتاب اكتبه؟ مش عارف خليها مفتوحه. تقول I think you'll enjoy this book. طب اللي بعديه ايوه السؤال ده بقى في اسئله ملقبه بالاسئله معلومات عامه فانت مش مطلوب منك انك تكون عارف المعلومه بالظبط. انت ممكن تديله معنى على هيئه اعتقد. Someone asks you which city is the capital of Britain. ايه عاصمه بريطانيا؟ انا بقول عاصمه بريطانيا انجلترا. انا عارفها. طب انت مش عارفها هتعمل ايه؟ لازم انت انجلترا؟ لا دي لندن. لا ده امريكا. اللي عايز تقوله تقوله. هتقول بلاد هتقول حاجات. المفروض لندن is the capital. لندن is the capital of Britain. طب انا مش عارف اسم البلد وتلخبط حاسبها؟ لا هتقول الاول معلومة. I think that London is the capital of Britain. بعد كده تقول له بقى but I am not sure. ده كده مفتاح الإجابة بتاعك. بتقول الجملة بين حتتين صغيرين اللي هم جزئين دول. دول بيخلوا لك إيه؟ بيخلوا لك معنى الجملة. يعني أنا بقول المعلومة بس مش متأكد منها. زي السؤال اللي تحت. بص لما فورتين قال لك إيه؟ واحد بيسألك طول نهر النيل قد إيه؟ طب انا مش عارف في الحاله دي هعمل ايه. هجيب نفس الجزء اللي قلته فوق اهو هاخده واكتبه تحت واقول المعلومه بينه هو ايه. طول نهر النيل انا هقول لك مثلا 2000 كيلو. قول اللي انت عايزه بس المهم انك تقول بالشكل ده اللي هو ازاي اعتقد ولكني مش متاكد وتقول المعلومه في النص. كده احنا اتعلمنا ازاي نتعامل مع سؤال مهم درجه صغيره بس مهمه.